المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم من الرحاب الطاهرة المقدسة. سلام عليكم في هذه الساعة المباركة التي نستقبل فيها أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم الجائزة، يوم الفرحة، اليوم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه على عباده بالرحمات والرضوان والبركات، ويشملهم بالعفو والغفران، ويضاعف للصائمين الأجر والثواب. ونقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم تتمتعون بكامل صحتكم، كل عام وأنتم تعيشون في هناء وسرور بين أهلكم وولدكم وأقاربكم، كل عام وهم يعيشون بينكم سعداء بلم الشمل، يدعونكم وتدعونهم بأحب الأسماء إليكم وإليهم. لقد ودعنا أيها الإخوة المؤمنون رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. ودعنا ضيفا عزيزا كريما غاليا على نفوسنا، ولقد تزودنا فيه بزاد التقوى، وعرفنا فيه معاني الصبر، وطهرنا أنفسنا من كل ما يشينها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إننا نعيش فرحة العيد كما عشنا بالأمس فرحة رمضان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا صلاة العيد نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم، فارجعوا راشدين إلى رحالكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. ويفرح المسلمون في جميع أنحاء الدنيا بعيد الفطر المبارك، ويحتفلون به بعد أن تطهرت القلوب بالصوم، وتعطرت بالمحبة والتعاطف والإخاء، وازدهرت بالصبر والتقوى. يفرح المسلمون بالعيد وهم يرون مقدساتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة مطهرة للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقد لبست أثوابا نورانية يسعد برؤيتها المؤمنون في دنياهم، وتفرح قلوبهم بمشاهدتها في مختلف الأوقات. يفرح المسلمون بالعيد وقد لبست أرواحهم ثيابا من الطهر والعفة، وتطهرت نفوسهم من الأحقاد والكراهية والبغضاء. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. يفرح المسلمون بالعيد لأنهم أصبحوا قوة عظيمة بتمسكهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يفرح المسلمون بالعيد لأنهم ينعمون بالأمن والأمان والطمأنينة في بلد الله الحرام وفي بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وفي كل مكان يزورونه في هذه البلاد المقدسة. يفرح المسلمون بالعيد كما فرحت وتفرح دائما مكة المكرمة والمدينة المنورة جبالها ووديانها.
وهي تضم مئات الألوف من المسلمين.